ضيفتي في البلاطو الأخصائية النفسانية العيادية الأستاذة مريم العمري. أستاذتي أهلا بك. الله يسلمك، ميرسي، شكرا على الاستضافة. وكذلك بعد قليل يلتحق بنا الأستاذ رابح طبال، مفتش التربية السابق ونائب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. البداية ستكون بضيفتي في البلاطو. أستاذة، بصفتك أخصائية نفسانية عيادية، الآن ربما الخوف يزيد والارتباك يزيد عند التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، سواء الابتدائي المتوسط وكذلك أصحاب التلاميذ الأقسام النهائية، عشية الدخول في الفصل هذا الثالث الأخير، يعني كيف نحضر التلاميذ نفسيا؟ أولا شكرا على الاستضافة. شكرا. بعد سلسلة من الانقطاعات المتكررة اللي عاشها القطاع في هذا العام، نقدر نقول أنه هنالك ضغوط كبيرة على التلاميذ، سواء كما قلت في الابتدائي أو المتوسط ولا الثانوي، خاصة الثانوي اللي راهم يشهدوا كثير من التراكمات تاع الدروس. الآن دوكا عندهم ملخصات، هذه الملخصات اللي راهي عندهم راهو عندهم ضغط كبير، الضغط سواء من طرف الأولياء، الضغط يكون من طرف الأساتذة، لأنه شهادة هذاك الانقطاع المتكرر تراكمت الدروس عليهم، أصبح التلميذ هو اللي عنده الضغط كبير في هذا المجال. الحاجة اللي ننصح بها التلاميذ، خاصة جميع التلاميذ سواء كان في المرحلة الابتدائية ولا الثانوي ولا المتوسط، نقدر نقول لهم أنه يعتمدوا على الملخصات، لكن يقوموا أولا بالاسترخاء. كاين تقنيات نقوموا بهم قبل الامتحانات، لأنه إلا تولد عندهم كان عندهم ضغط كبير قبل الامتحانات، خاصة أنه الفصل الثالث شهر قصير. صحيح. قصير بزاف. دونك في هذه المرحلة راح يكون عندهم ضغط كبير. هنايا واش نقول لهم؟ أنه يكون عندهم قبل الامتحانات زعما ب 15 يوم شهر هكذايا، يتوجهوا عند اخصائيين ولا يديروا جلسات جماعيه الاطفال ولا زعما التلاميذ، خاصه تاع البكالوريا ولا تاع البيام، يقعدوا كامل كيف يديروا التنفيس، اذا كل واحد يهضر على لي سوجي اللي خدمهم اللي خدموهم من قبل، اسكو تعاونوا عليهم الحاجه اللي تخدم الطفل في المسار الدراسي تاعو اللي قراها ديجا من قبل. يتلايموا باغ اكزومبل، يتفاهموا، يقعدوا في بلاصه، كل واحد يقول الصعوبات اللي يلقاها في المجال الدراسي، تحس باللي هنا الضغط راح ينقص لهم، ولا كذلك يتوجهوا عند مختصين يقوموا لهم بتقنيات الاسترخاء. صحيح. وان التلميذ يحس روحه شويه مرتاح ونقلوا من هذه الضغوط. نعم. ابقي معي استاذه مريم العمري، يلتحق بي عبر الهاتف الاستاذ رابح طبال. استاذ اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله. اذا استاذ رابح طبال، عشيه الفصل الدراسي الثالث، الضغط يزيد على التلاميذ خاصه المقبلين على الامتحانات الرسميه، أنتم كيف يمكن للأولياء مرافقة ومساعدة أبنائهم التلاميذ على تجاوز هذه الضغوطات والقلق؟ بارك الله فيك. نحن كأولياء التلاميذ، أولا أتركني أقول أن الريبور تاع ليكزامان إلى ما بعد رمضان هو مطلب تاعنا، الحمد لله تحقق، هذا من اجل اعطاء فرصه للتلاميذ لاستدراك الدروس التي ضاعت منهم اثناء الاضرابات. هذه ديجا نقطه ايجابيه، بان التلاميذ المقبلين على البكالوريا لهم الوقت شبه الكافي لاستدراك ما راح. ونحن كاولياء من واجبنا مرافقه ابنائنا اثناء الدراسه تاعهم وتحسيسهم واعطائهم كيف اقول الثقه بالنفس لجعلهم يستدركون هذه الدروس وتحضيرهم للامتحان. هذا دور الاولياء طبعا. طيب، لكن استاذ رابح طبال، ظاهره
سجلناها كثيرا خلال السنوات الماضية، خاصة عندما نتحدث عن تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وهي مغادرتهم لمقاعد الدراسة خلال الفصل الثالث. يعني رأيكم، نصيحتكم للتلاميذ؟ نعم، هذا عبرنا عليها، يعني تكلمنا عليها كعدة مرات. الشيء الذي يجعل التلاميذ يدفرون ويتركون مقاعد الدراسة من الفصل الثاني، وهناك بعض التلاميذ ابتداء من الفصل الأول يعني بعد تسجيلهم في البكالوريا يغادرون الدراسة، يغادرون مقاعد الدراسة. ولكن نحن طالبنا من وزارة التربية إعادة احتساب معدلات كيف نقول السنة الدراسية الكاملة للنهائية، لإعطاء الفرصة لأبنائنا وإعطاء الحظ الكافي لنجاح. هناك سببين. السبب الأول هو جعل تلميذ أو إرغام تلميذ لمزاولة الدراسة بطريقة نظامية، لأن التلميذ عندما يكون على باله في بطاقة تركيبية تحسب في الامتحان أوتوماتيكمون ما يغادرش. ولكن هذه الظاهرة بدأت منذ كيفاش نزع النقاط بطاقة تركيبية أثناء الامتحانات، أوتوماتيكمون التلميذ يقول لك نقرأ ولا ما نقراش كيف إذا نروح نحوش على الدروس الخصوصية، وهي ماشي دروس خصوصية في الحقيقة، هي تمارينات خصوصية. نعم، ابقى معنا أستاذ رابح طبال لأطرح السؤال على ضيفتي في البلاطو الأخصائية النفسانية العيادية الأستاذة مريم العمري. ألا تعتقدي بأن تخوف التلميذ خاصة المقبل على امتحان شهادة البكالوريا هو سبب خروجه من المدرسة والتوجه إلى الدروس الخصوصية من أجل ربما الحصول على تمارين، مسائل وكذلك مواضيع لم يدرسها في المؤسسة التعليمية؟ بالفعل أكيد أن هنالك تخوف، لأنه بلا ما يكون هنالك تخوف كامل ولو يلجؤوا للدروس الخصوصية سواء كانوا في المراحل في يجوزوا السانكيام ولا البيام ولا الباك، سنة تلقى سنة أولى الثانية يروح ولو كامل عندهم طريقة اعتمادية يعتمدوا خاصة على الدروس الخصوصية كامل في هذا المجال. خاصة أنه ندير نقطة أنه المرافقة الوالدية كما قال عندها دور كبير في أنه نقص درجة الخوف. علاش؟ لأنه الوالدين لازم أولا نتكفلوا بالوالدين قبل، باسكو علاش إذا كان الوالدين ما يعرفوش كيفاش. لكن هناك بعض الأولياء من يزيدون الضغط والقلق على التلاميذ خاصة خلال الفصل الثالث. الفصل الثالث هو الفصل الأخير بعد الفصل الأول الثاني خاصة، وهو الفصل الذي سيمتحن فيه التلاميذ، لأنه علاش في الفصل الأخير راح من خلاله حيقيم الفصل الاول والثاني. اذا كان هنالك نقص في الفصل الاول والثاني راح يستدركوا في الفصل الثالث. هنا اللي حيولد ضغط كبير خاصه على التلاميذ. كما كنت نقول لك صديق، لازم الاولياء يكونوا عندهم الصبر، الاولياء هما اللي يكونوا عندهم التوجيه باش يقدروا يتعاملوا مع الاطفال. باسكو علاش؟ الا كان الاولياء هما ديجا عندهم الضغط، تحسهم هما اللي عم يقراوا في بلاصه التلاميذ، هما اللي عم يحافظوا في بلاصه التلاميذ في بلاصه اولادهم، هنايا الضغط حيكون اكثر على التلاميذ. ماذا بينا يبينوا لهم بلي راهم مرتاحين نفسيا، يخلوا لهم الراحه، يعطوا لهم الثقه بالنفس. هذا هو الدور الوالدين، يعطوا لهم الثقه. نعم. كسؤال أخير لضيفي عبر الهاتف الأستاذ رابح طبال. أستاذ رابح، فصل ثالث وأخير، هناك نقابة يعني أعلنت أنها ستدخل في إضراب بداية من الفصل الثالث يومين في الأسبوع، يعني هل تتخوفون من شلل ستعرفه العديد من المؤسسات التربوية في الوطن؟ هل تتخوفون من يعني عدم استكمال البرنامج الدراسي؟ تتخوفون من ربما مستقبل مجهول للتلاميذ؟ نعم، هذا طبعا يعني النقابة في كل مرة تعود بطريقة جديدة ويتفننون في
الإضرابات. يعني أنا نسأل عندما تكون جلسات حوارية بين النقابات وبين وزارة التربية في كل مرة يتحاوروا وفي كل مرة يعودون للإضراب، أنا يعني طبعا هذا يجعل التلميذ في قلق كبير والأولياء كذلك. هذا هو الشيء اللي يجعل التلميذ يتقلق أكثر ويلتجئ إلى الدروس الخصوصية. أنا أقول هذه الإضرابات مفتعلة للقضاء على المدرسة العمومية لجعل التلميذ يتأقلم مع الدروس الخصوصية ويدخل في المدرسة خاصة وتبقى وتقطع الدراسة غير مجانية، والقضاء على الحق التمدرس المجاني الحق التمدرس في المدرسة العمومية، وجعل طبقتين في الشعب الجزائري يكون برومي كوليج دوزيام كوليج. نرجع يعني لسنوات الاستعمار باش إلا الذي له الأموال يزود دراسته، أما الفقير فعليه أن يختار طرق أخرى. يعني بكل صراحة الإضرابات المتكررة هي التي جعلت المدرسة بصفة عامة في قلق كبير، وهي التي ضربت التلميذ في العمق في حقه الدستوري. يعني التلميذ من حقه يتقلق، الأولي من حقنا نتقلقوا كذلك عندما نرى الامتحانات على الأبواب والنقابة تهدد بالإضراب. يعني شيء نورمال الأولياء يتقلقوا. أنا أقول للإخوان في السنديكا تاع كريبست سيلفو بلي جعلوا من المدرسة مكان علمي مكان ثقافي، والتلاميذ يسوون دراستهم في حالة جيدة في حالة عادية لإعطاء لهم لحظ، فلا ربما ينقصون من القلق، فلا ربما يكون نجاح حليفهم وحليفكم كذلك حليف الأساتذة بصفة عامة إن شاء الله. يعني أدعوهم إلى النظر بصفة أبوية لهؤلاء الأطفال البراءة. إذا كان فيه كيفاش نقول إجحاف في حقهم من طرف وزارة التربية، وطريقة الإضراب ليس طريقة مجدية، لأن التلميذ ليس له علاقة في هذه القضية. شكرا جزيلا لك أستاذ رابح طبال، عودة موفقة لكل التلاميذ وللمجموعة التربوية. رابح طبال مفتش التربية السابق ونائب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. أختم بضيفتي في البلاطو، نصيحة إلى كل التلاميذ باختصار. نقدم نصيحة لجميع التلاميذ أنهم تكون عندهم هذا كي يدخلوا دوكا داو سمانة ولا 15 يوم عطلة، يدخلوا بحماس وتكون عندهم دافعية قوية باش ما تكونش هنالك آثار نفسية في الآخر تأثر على التحصيل الدراسي تاعهم. شكرا جزيلا لك الأستاذة مريم العمري على كل هذه التفاصيل، كنت ضيفتي في هذه الجولة الإخبارية المسائية. شكرا.